السريع بقى. على السريع على السريع. يعني انت تخيل انت بيرك في بيتك ما تحس ان البناية كلها عطب من اول للسادس. لكن المشكلة ما عليك، المشكلة على البنان. يعني ما في محل تبعتن علي. هنا هو خرجي ضاين اكثر شيء. كله ضاين والله. فكرنا ليالي نحن والشباب، خلينا بركي. انه مش قادر نهار مهيئين حاصرنا، انه في عنا سبب. هلا. خايف عليه دائما، يعني ما عرفت طاقة الشباب، بس عندي أخوي أحمد يعني كم مميز. يموت قدام عيوني قلبي برتاح وبطمن، لأني إذا هن اللي بعوض عني وإذا واحدة منهم صلى شيء أنا راح أبكي دم بصراحة يعني.